سجون الاحتلال بأي أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولكل الاتفاقيات الدولية. أما التاريخ الأخير طبعا يعني أخيرا وليس آخرا هو 29 من كانون الثاني يناير من هذا العام، مشاهدينا، الجزائر أعلنت بوضوح رفضها صفقة القرن مجددة دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية، وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني هو غير قابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة عاصمتها القدس الشرقية. إذن هذه كانت هذا كان الاستعراض التاريخي لأبرز المحطات التي دعمت فيها الجزائر القضية الفلسطينية من دون أي لبس، كانت دعم دائما قويا. يعني هذا الموقف الجزائري هو موقف رسمي منسجم مع الموقف الشعبي كما نفهم منك سيد جار الله. بس المشكلة في العالم العربي أنه ما كان في مواقف، يعني لم نسمع مواقف تدين هذا التطبيع. لماذا تبدو الجزائر يعني تقريبا وحيدة في يعني على مستوى القيادات والزعامات، طبعا ليس على مستوى الشعب؟ في الحقيقة والله موقف مؤسف ويجعل المرأة يكرر قول المتنبي: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. واقع مؤسف أن يهرول بعض القادة العرب كأنهم يصدقون ما قاله زعيم الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في يعني شهر 2 الماضي، حينما اجتمع برؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية وأعلن صراحة بأنه لم يبقى من الدول التي لا تربطها علاقات بالكيان المحتل إلا دولة أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر، وقال بأن هذا الذي أقوله يمثل 10% من حقيقة العلاقات الموجودة مع الدول العربية والإسلامية. ولذلك فعلا يؤسفنا أن نجد هرولة من ناحية ونجد صمتا رهيب من هذه القضية التي كان ينبغي أن يتجند لها كل يعني الساسة العرب والمسلمون، ويرفضوا أن يرسم الاحتلال بشكل قسري يعتمد على منطق القوة. طب يعني كما قلنا هذا الموقف ليس بجديد، ولكن الآن في معطيات كثيرة يعني سيد جار الله تدفع بعض الدول العربية إلى أن تأخذ في الحسبان، لأن لديها مصالح مع الإمارات أو مع البحرين أو مع الخليج عموما، يعني حتى مع السعودية. هل يحسب الرئيس الجزائري هذا الحسبان، يعني العلاقة مع الخليج، العلاقة مع هذه الدول المؤثرة؟ الشعب الجزائري شعب قدم تضحيات كثيرة من أجل أن يحقق حريته واستقلاله، وأخذ زمام المبادرة بنفسه ولم يلتفت إلى أحد حتى حقق النصر الذي يبقى أنشودة يرددها الأجيال عبر التاريخ. ولذلك نحن في الجزائر لا يمكن أن تثنينا الخبزة أو يثنينا الطعام عن المضي قدما نحو المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها الشهداء. نحن ذقنا مرارة الاستعمار، ذقنا مرارة الاحتلال، وذم التوار كما يقول شوقي تعرفه فرنسا، يعرفون ما هو الدم الثائر الذي لا يمكن أن تقف أمامه الحدود. ولما أدركنا بأن فلسطين قضية عادلة وأرض محتلة يدينها أو يدين احتلالها كل المجتمع الدولي، لا يمكن أن نلتفت إلى المصالح المادية لأنها ستتغير عبر الزمن، والذي يهمنا أن نكرس كلمة الحق ونمضي قدما. وهذا الذي يدركه الرئيس الجزائري فهو مستجيبا لتطلعات الشعب الجزائري بأسره، الذي يجعل من هذه القضية وصية الشهداء والتي لا يمكن أن يسلمها للغير. لأننا نتحدث عن دعم الجزائر القضية الفلسطينية.